السلام عليكم، معاكم المهرجو. الفيديو ده أهم عمل في حياتي حرفيا، عشان وثقت فيه خطوات ومناسك العمرة. بتمنى من الله أنه يتقبله ويكون عمل صالح دائم ليا مدى الحياة، أنتفع منه الأجر والثواب. هكون معاكم خطوة بخطوة، هتحس كأنك طالع عمرة وموجود في الحرم المكي. الفيديو مهم لكل اللي ربنا كرمه وطالع عمرة ومش عارف خطوات العمرة إزاي، ومهم أنك أنت كمان تعرف مناسك العمرة، عسى ان ربنا يكرمك باذن الله تبقى عارف تأدي مناسك العمره كويس. وممكن لما تشاركوا الفيديو يوصل لحد طالع العمره وناخد كلنا الاجر والثواب. ويلا بينا تعالوا نشوف خطوات العمره نعملها ازاي. اول ما توصل مطار جده وتخرج منه هتلاقي قدامك على طول محطه قطار الحرمين السريع، هي قدام المطار على طول، ودي كانت ولله الحمد تاني عمرة ليا، وكانت ليلة 27 رمضان 1444 هجرية. وقتها قلت اني اوثق فيديو عشان اعرف الناس خطوات مناسك العمرة واحتسب الاجر والثواب عند الله. بتقطع تذكرتك والدفع بيكون عن طريق الفيزا او كاش في السعودية، بيسموا الكاش هناك صرف. نصيحة ليكم، الافضل انك تحجز تذكرة قطار الحرمين عن طريق الابليكيشن، عشان اول هام انك مش بتقف طابور لو انت مستعجل، تاني حاجة بتوفر معاك في مصاريف التذكرة وبتكون ارخص، خصوصا لو الحجز من مدة. واذا ما حجزتش عن طريق ابليكيشن قطار الحرمين السريع مفيش مشكلة، اقطع تذكرتك عادي، هتكون زيادة بس مش كتير قوي يعني. طبعا خلي معاك كاش او صرف بالعملة السعودية الريال، وخد بالك انت لو مصري ان الفيزا مش بتصرف معاك اكتر من 200 دولار في الشهر، عشان تبقى عارف مصاريفك وواخد صرف ريال سعودي معاك احتياطي. طبعا زي ما انتوا شايفين النظافة والالتزام. صراحة حابب أشكر كل القائمين على إعطاء المظهر الحضاري واللي معروف دايما عند إخواتنا السعوديين. أوجه الشكر بداية من خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان ابن عبد العزيز وابنه محمد بن سلمان ابن عبد العزيز، وكل السعوديين حقيقة اللي بيعطوك شعور من أول ما توصل الأراضي السعودية بتحس كأنك في بلدك التاني. وبشكر كل العاملين على راحة الحجاج، وإن الناس دي بتتعب فعلا سواء في الحرم أو في المدينة، من عاملين أو شرطة، في توفير النظام والنظافة والراحة. هتركب قطار الحرمين السريع، المسافة مش كبيرة بين جدة ومكة، حوالي ساعة إلا ربع. وأول ما تطلع من المحطة هتلاقي باصات هتوصلك لغاية الحرم مجانا. أول ما تنزل من الباص الأفضل إنك تسأل عن اتجاه الحرم عشان تعمل عمرة، عشان بس في كذا طريق وممكن أول مرة تتوه، لأن المكان ما شاء الله واسع، هتلاقي طبعا ألف من يدلك تروح إزاي. أنا أول ما وصلت وشفت الكعبة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انشرح صدرك على طول وهتلاقي كمية مشاعر متلخبطة تحصل لك، شعور فرح على خوف على رهبة على بكاء، وفعلا كأنك بتتولد من جديد. التوقيت ده كان حوالي الساعة 3 قبل الفجر بساعة، وكان في أذان. الصراحة اتخضيت لأن كنا في رمضان وأنا كنت لسه ما اتسحرتش ولا شربت مية، وبعدين عرفت إنه مش أذان الفجر. اللي يعرف ده أذان إيه قبل الفجر يا ريت يكتب لنا في كومنت. هنا كان بعد الأذان، كنت بتأمل الكعبة والمعتمرين وقد إيه راحة نفسية مهما سافرت وشفت في حياتك مش هترتاح نفسيا قد ارتياحك في الأراضي المقدسة، وإنك بتمل عينك ببيت الله. وبعد نص ساعة كان أذان الفجر. الصلاة خير من النوم.
بعد كده صلينا الفجر، وبعد ما صليت نويت اني اقدي مناسك العمرة. ولازم تنتوي انك تعتمر، والنية هنا مش بالنطق، النية هي محلها القلب. تنوي بقلبك انك تأدي مناسك العمرة، ودي اول حاجة بتعملها هي النية بالعمرة. تاني حاجة، اول ما تدخل المسجد الحرام قدم رجلك اليمين وقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك، اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تالت حاجة وهي الطواف، هتطوف حوالين الكعبة الشريفة وانت كاشف كتفك اليمين، هتطوف 7 مرات. بداية الطواف من الحجر الاسود، واذا مش عارف تحدد مكانه عشان الازدحام هتلاقي فيه اشارة خضراء في المسجد الحرام بتحدد لك مكان بداية الطواف. لما تبدأ الطواف هما زي ما قلنا 7، أول 3 هتسرع في الخطوة، هتمد شوية، وأول ما بتبدأ طوافك بداية من الحجر الأسود بترفع إيدك وتقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر. وبعد ما تخلص الثلاث أشواط الأولى من الطواف بتحاول تروح ناحية الحجر الأسود وتقبله أو تلمسه، ولو ما قدرتش من الزحمة شاور على الحجر الأسود وقول الله أكبر. وطول ما أنت بتطوف يستحب أنك تذكر أدعية، ويستحب كمان أنك تقول دعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهنا هقول لكم على معلومة عشان تعرف عن دينك أكتر، ليه الطواف 7 مرات وليه بنطوف من الشمال لليمين عكس عقارب الساعة؟ يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. أولا اختص الله الطواف حول بيته 7 مرات لأن ربنا فضل رقمين، رقم 1 ورقم 7. رقم 1 وهو أحادية الله وحده في خلق الكون والبشر، أما بقى رقم 7 لأن ليه خصوصيات في القرآن والأحاديث والكون. فالقرآن الكريم ذكر 7 سماوات و7 سنابل و7 بقرات، وعدد آيات الفاتحة 7 آيات، عدد كلمات التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله 7، الطواف 7، والسعي 7، وعدد الجمرات 7، وتكبيرة العيدين 7، أبواب النار 7، ربنا بيأمر بالصلاة عند سن 7، ألوان الطيف 7، عدد أيام الأسبوع 7، عدد البحار 7، المعادن الرئيسية في الأرض 7، الإلكترونات اللي بتدور حول النواة عددها 7. أما بقى بالنسبة للدوران حول الكعبة المشرفة من اليسار إلى اليمين عكس عقارب الساعة، فالله عز وجل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم فكل في فلك يسبحون، صدق الله العظيم. عندنا دوران المجموعة الشمسية بأكملها بتدور عكس عقارب الساعة، وبتدور الإلكترونات حول نواة الذرة داخل جزيئات الماء والهواء والأرض والشمس والقمر من اليسار لليمين في نفس اتجاه الطواف. وفي بعض الحكماء قالوا إنك لما بتطوف وتجعل الحجر من اليسار إلى اليمين باب الكعبة هيكون قدامك. الحكمة هنا هي التسليم بأمر الله بأنها سنة كونية وقانون إلهي. وفي بعض الحكماء قالوا إنك لما بتطوف وتجعل الحجر من اليسار إلى اليمين باب الكعبة هيكون قدامك، يعني أنت دلوقتي لما تيجي تطوف من اليسار لليمين بتبدأ من أول الحجر وبتطوف ناحية اليسار، باب الكعبة على طول هيكون قدامك، وده أفضل ما تطوف من اليمين واليسار، ساعتها باب الكعبة هيكون خلفك وأمامك أوجه وأليق من خلفك. وهنا وأنا بحاول ألمس الكعبة الشريفة وطبعا في تدافع وازدحام، وهنا وأنا بحاول أوصل لباب الكعبة المشرفة، ولله الحمد كان لي الشرف في الوصول ولمس باب الكعبة الشريفة. بعد ما بتخلص الطواف 7 أشواط بتقف عند مقام سيدنا إبراهيم وتقرأ الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،
بعد كده بتخلي مقام سيدنا إبراهيم ما بينك وما بين الكعبة وبتصلي وراه ركعتين. في الركعة الأولى يستحب إنك تقرأ الفاتحة وبعد كده سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية تقرأ الفاتحة ويستحب إنك تقرأ سورة الإخلاص. وتعالى أعرفك ليه مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام بجوار الكعبة. مقام سيدنا إبراهيم ده الحجر اللي وقف عليه سيدنا إبراهيم، ودي آثار قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان سيدنا إبراهيم عليه السلام بيبني الكعبة وكان بيساعده ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام. فلما كان بنيان الكعبة بيرتفع، جه سيدنا إسماعيل وأحضر لأبوه سيدنا إبراهيم حجر يقف عليه. فكان كل ما يديله حجر ويرتفع بناء الكعبة، كان الحجر اللي واقف عليه سيدنا إبراهيم بيرتفع معاه عشان يقدر يبني الكعبة. بعد ما بتصلي الركعتين بتقوم تكمل العمرة بتاعتك وبتتوجه على المسعى في الصفا والمروة. بس قبل ما تتوجه في السعي في الصفا والمروة يستحب انك تشرب من مية زمزم وتصب على راسك بيها. انا هنا عشان كنت صايم في نهار رمضان فصبت على راسي وعلى وشي وشوية على جسمي. وهنا أنا كنت وصلت للسعي في الصفا والمروة، والسعي في الصفا والمروة 7 أشواط. بيبدأ من عند جبل الصفا، أول ما تطلع جبل الصفا بتنظر للكعبة وتستقبل القبلة وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعد كده بتدعي بما يستحب لك من دعاء، ادعي اللي انت عايزه، وطول ما انت ماشي بتدعي وتستغفر وتسبح. الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي في التكبير والدعاء وقراءة سورة من القرآن الكريم بتقولها كل ما تطلع بداية جبل الصفا او جبل المروة، وفي مقولة بتقولها مرة واحدة، والمقولة دي بتقولها في بداية الشوط الاول، اول ما تطلع عند جبل الصفا دي بتقولها مرة واحدة بس. نبدأ بما بدأ الله به، ولما تخلص السعي في نهاية جبل الصفا ده يعتبر شوط، ولما تخلص السعي عند نهاية جبل المروة ده بيعتبر شوط تاني. لان في ناس تفتكر انك لما بتلف لفة كاملة ما بين الصفا والمروة ده يعتبر شوط واحد. لا، جبل الصفا السعي فيه يحتسب شوط في نهايته، وجبل المروة يحتسب نهايته شوط تاني. لما بتوصل عند العلمين الاخضرين اللي عند الصفا والمروه، في علم اخضر ضوء اخضر هتلاقي العلم فوق عند نهايه جبل الصفا، وفي علم ضوء اخضر اول ما تشوفهم بتهرول بتجري لان ده سنه. بس وانت بتجري حاول ما تخبطش في حد او تاذي حد. اما المراه بتمشي مشيتها الطبيعيه ما بتجريش. وبعد ما بتخلص 7 أشواط في السعي بين الصفا والمروة بتنهي العمرة بتاعتك مستقبل القبلة وتصلي ركعتين وتسلم. بعد كده تدعي ومبروك عليك عمرة مقبولة إن شاء الله. آخر حاجة تعملها بعد ما تخلص السعي في الصفا والمروة هي الحلاقة، إنك تحلق شعرك كله أو تقصره، بس المستحب انك تحرق شعرك كله، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للي حلق شعره كامل 3 مرات، واللي قصر دعا له مره واحده. وربنا يتقبل منا ومنكم ويرزق كل مشتاق بزياره بيت الله وتطهر من الذنوب.